بين التقليدي والابتكارات، حتت حوالينا حرفية الرحالة من مختلف الولايات بمعرض الصناعات التقليدية الذي يقام في دورته الرابعة بمركز تقديم التراث بالقيروان. أول حاجة المشروع متاعي، وثاني حاجة هذه مناسبة يعني عزيزة برشا علينا وعلى تونس. المولد معناها مش باش نفلتوه في القروان، الناس كلها تجي دي فيزيتور، فما أدراك احنا معناها باش نجوا مدة 7 أيام، منها نعرض ومنها زاد حتى احنا نستمتع بالأجواء اللي متوفرة إن شاء الله في القروان. عندي المروحة هاك شفتي معناها ما شاء الله كيفاش وظفتها، لي بورت كلي لي بورت موني، معناها الأشواء كلها موجود والأسوان زاد مدروسة على الآخر. مرحبا بالناس الكل. رابع دورة اللي كون شارك فيه يضيف لي وكون المنتوج نتاعي التونسي، نحب نروجوا أكثر فأكثر باش الناس تعرفوا باش الناس تخدم عليه، خاطر أنا متحصلة على الجوائز معناتها ما معنى معناتها ناخذ في الجوائز على الموروث نتاعنا، أنا كل قطعة عندي بالموروث نتاعها معناتها بالسجي نتاعها. هو كان لحاف نتاعنا الحايك، طورنا فيه ولا لباس تقليدي ولا لباس يومي ولا مناسباتي ولا ديكور نتاع انتيريور. بالطبيعة كل عام احنا نطوروا فيه ونجدوا، وانا بالنسبه لي انا هو هوايه وراثه وخدمه. لي زونغلي والتريزه هذه غرامي بون، تريزه الحايك حبينا نعملوا حاجه ريفيزيتي، حاجه شبابيه كيما البلوزه الجربيه هذه لبسه تراديسيونيل غولاتيف جربه سيرتو، مي احنا دخلناها على الحايك القروي ودخلنا عليها التريزه. ويعد هذا المعرض موعدا سنويا لعدد كبير من الحرفيات التي وجدنا بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف فرصة لترويج ما صنعته أناملهن. 83 حرفي من 19 الولاية في اختصاصات متنوعة ومختلفة، الهدف منه هو مساعدة الحرفية على الترويج المنتوج متاعها، اثنين هو تعرف على خصوصيات الجهات الأخرى في مجال الصناعة التقليدية وإبراز خصوصية القيروان في هذا المجال باعتبار أن ولاية القيروان قطب متميز في مجال الصناعة التقليدية لتجذر الولاية في أصالتها وتشبث حرفية بعديد الاختصاصات. المرة نجيو ديجا دخلنا بالصدفة، جينا للجامعة شوية قلنا نعملوا دورة ويسرم عليه مزيان، الحوايج مزيانين، ما برشا تجديد في الحرف التقليديه في الصناعه التقليديه. والحاجه الباهيه في المعرض هذا انه لم برشا حرفيين من برشا ولايات اخرين على القليله باش يتبادلوا الخبرات بينات بعضهم، يتبادلوا التجارب ويصير تعارف ويصير تم كيما نقولوا حوايج تقليديه من اللباس من الماكولات كما الحلويات قروط. معرض قار مجاني للحرفيات والزوار يتواصل إلى غاية 27 من سبتمبر لإبراز ما تزخر به القيروان وباقي الولايات من مخزون وابتكارات.